لما طلعت من مية البحر توا وأنا سارح معدي غسلت بمي حلوة. ليش؟ عشان من خوف ما يصيبني مكروبات أو أي حاجة في رجلي أو في يدي أو في وجهي، لأني أنا طلع لي من مية المينا طلع لي حبوب في رجلي تماما وتعالجت. اليوم لما أنا بدي أعدي في مية ومية ملوثة، وهي المجاري غاد جنبك يعني مش بعيدة، بتصور وبتشوفها، هاي هدية، هذه مجاري كلها ملوثة. يعني أنت بتعدي مرة على مرة مرة على مرة بتلاقي رجليك بتتلوث، إيديك مثلا بتغسل حاجة رجليك بتطلع بصير حبوبات في رجلك يطلع لك دمامل. الله عزك حاجة يعني مقرفة. من إيش؟ لو مي نظيفة يصيبني المرض هذا؟ مع إنه مية البحر يعني دواء، بس بطلت القد دواء، صارت هي بدها دواء، بدها علاج. إحنا اللي بنسرح فيه بناكل فيه، صرحنا بناكل، ما صرحناش بناكلش. هذه كل حال الصيادين، معيش مصاري عبي مي حلوة. من وين بدي يجي المصاري وانت مسكر علي البحر؟ من وين بدي يجي وانت بتطخ علي؟ بدك تروح هالقيته محمود انت؟ ايه؟ طب تاخذ السمك تبيعه اول؟ تعبان انت؟ ايه؟ تعبان. طب يلا دق سلف وامشي هيك عشان اوصلك لفوق وتروح. يلا امشي. والله الحياة صعبة، الحياة صعبة. مية زي الخالق ما فيش، عيش زي الخالق ما فيش. أنا معي 10 تنفار، معي 5 بنات و3 أولاد. أنا أحيان بلاقي مي مالحة بحممهم، أحيان بلاقيش، أحيان ولا بلاقيها ولا لحمام ولا لجلي ولا لغسيل. أحيان غسيلي بقعد في الشهر مرمي، ولما بلاقي المي بغسل، ما بلاقيش مي بغسلش، بظلوا مرمي. ونفس القصة أولادي، نفس القصة، بلاقي مي حممهم بحممهم، بلاقيش برضك بظلهم، بظلهم بحممهم. عندي البنت الصغيرة، عندي البنت والولد، صاروا أصابيحهم يتقشرن زي كيف البني آدم لما بنحرق عمر من الحرق الجلد كله يرتفع. عرضت له دكتور، هي بتقول لي هذه من البيئة اللي انتوا فيها وسخة. قبل بدهان هالكبارهم وخلاص. تعالي هين، تعالي هين، تعال تعال تعال، مي مي، تعال تعال تعال، ها شويش خلاص. طب خلاص خلاص يا ماما، شويش تعالي. طيب 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 طيب، شوي طولوا روحكي يا بنت. هذا ما هيش حياة، هذه ما تصلح من مرة الحياة. مية ماشي، مية ماشي، مية هيا هات هات اسقيها مية. يا علاء تعال تعال تعال، كبها كبها واشطفها. اشرب مية. خلاص صحة. بس بس خلاص انزل.
خلال السنوات القليلة الماضية لوحظ زيادة في تلوث في عدد العينات التي يتم جمعها من خلال برامج الرقابة من مصادر المياه الرئيسية. لوحظ أنه في هذه الأبار في المصادر وجود نسب عالية من التلوث البيولوجي، لهذا انعكس في زيادة واضحة في تسجيل معدلات الأمراض تنتقل عن طريق المياه، بما فيها طبعا الإسهالات بأنواعها المختلفة، التهاب الكبد من النوع A، حمى التيفوئيد، حمى الدزنطارية، الطفيليات، لدرجة أن كنا على وشك الإعلان عن وجود وباء من هذه الأمراض. فكنا نرجح أنه أحد الأسباب الرئيسية لظهور هذا الوباء هو طبعا تلوث مياه الشرب، أو طبعا تلوث المنتجات اللي تستخدم فيها أو الأطعمة اللي تستخدم فيها طبعا مياه الشرب الملوثة. كمية المياه الجوفية هي كمية محدودة، البؤرة مزدحمة جدا بالسكان، وبالتالي يتم استنزاف خزان الجوفي ولا يوجد طبعا تعويض لهذه الكميات المستنزفة. من أين يأتي هذا التلوث؟ هذا التلوث يأتي نتيجة عدم معالجة مياه الصرف الصحي، تضخ مباشرة إلى مياه البحر، وبالتالي تسرب مياه البحر الملوثة بمياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية ناهيك طبعا عن ملوحتها وزيادة نسبة التلوث الكيميائي. عدم التمكن من إدخال المعدات والأموال اللازمة لاستكمال مشاريع تحلية مياه البحر، وحتى أيضا محطات معالجة مياه الصرف الصحي المنوي إنشائها والتي هي تحت الإنشاء حاليا، قطاع التيار الكهربائي اللي هو السبب الرئيسي طبعا في توقف محطات معالجة الصرف الصحي وبالتالي ضخ المياه إلى البحر. كل هذه الأمور الاحتلال يلعب دور أساسي فيها، وهو الناظم لهذه المنظومة العقابية الجبارة التي تنفذ على المواطن في غزة. عندي محمود أخويا، كل المينا بتشهد مين محمود مراد، كان رئيس معروف من الرؤساء، اللقب تاعه الدقور. صحته كانت أحسن مني، مية المصورة كان يشرب منها تتفجر عنده الكلاوي وتتفجر عنده الشرايين. محمود بيشرب من مية البلدية، لما أخذنا له الدكاترة بيقولوا عنده فشل كلوي، ما فيش حل. طب إيش المشكلة تاعته؟ من إيش؟ طلع سببها المية، مية البلدية. أنا لما دخلت الجسر كانوا 5 صفار، لقيت 600 بنات عندنا مرضى كده من جسر المرضى. يعني هيو بقول لك محمود هو من نفس المرضى، بقول لك اول ما دخل كانوا 6 انفار، اليوم عندهم 600 نفر غسيل كلى من وراء مشكله الميه، ميه البلديه. هذا المستشفى تبعنا هنا غير مستشفى الاطفال. انا طولان صوت عشان شربت الحليب. هاي قالوا لي اشرب حليب بتطول. ابعتي لي تعمل لي حالك اطلع لك فوق وارقص لك. يلا زقفولي تقل. كيف الشهادة؟ وينها؟ صراحة أطفال من غسيل الكلى الآن أصبح عندنا أكثر من حوالي 50 طفل بغسلوا كلى كل يوم، وهذا العدد يتطور ويزداد طرديا، يعني تقريبا كل سنة بيزيد العدد عن السنة اللي وراها تقريبا 2 أو 3، وهذا طبعا كله من مشاكل المياه الغير متوفرة في قطاع غزة.
يجيلك شهادة تكون كويسة، فحصلك السكر إذا نازل نديلك. يوجد عندنا زيادة سنوية في مرضى الفشل الكلوي هنا في مدينة غزة تقريبا 13%، في الشمال 14%. وأنا أعتقد أن الموضوع مرتبط أكثر بموضوع تلوث المياه وزيادة نسبة الأملاح والمعادن الضارة للجسم والتي تؤدي إلى الفشل الكلوي مثل النيتريت والفوسفور والرصاص والكبريت. طبعا نتيجة أنه وجود في مياه ملوثة هنا وعدم مقدرة الناس على شراء المياه، فهذا طبعا يؤدي إلى قصور في شرب المياه، وطبعا هذا يؤدي إلى التهابات متكررة في المجاري البولية، يؤدي إلى تكوين حصوات وأملاح، وهذول يعتبروا سببين رئيسيين في قصور كلوي وفي فشل كلوي إذا الموضوع هذا أصبح متكرر ومزمن. الحصار أثر على المرض، امسكها من عند المياه إلى حبة الدواء، المياه غير صالحة للشرب، الدواء غير متوفر. الإسرائيلي يمنع المرضى من التنقل إلى تلقي العلاج، المرضى لا يوجد لهم طعام صحي يأكلونه، الفقر المدقع بيخلي الناس إن الطفل إنه ما يقدروش أهله يشتروا له علبة حليب. في بعض الناس بيقدروش يشتروا حتى المياه الصحية هذه اللي بنقول عنها صحية وغير صحية 100%، بيقدروش يشتروها من المحطات التحلية، بنروح بيستخدموا المي العادية. بيجينا الطفل بحالة من الإسهال والجفاف الشديد جدا، في بعض الأحيان يدخل عناية مركزة لأنه فقد سوائل كبيرة وبالكاد نلحق الطفل، يعني لو ترك لأكثر من ساعات ممكن يتوفى. أطفال زي هيك أنا بشتغل عشان محتاجيش الناس، الشمس بتحولنا وإحنا بنشتغل وتعب الشغل. أنا حاسس حالي شاب وأنا مش شاب، يعني طفى. أنا بصرف أخواني، المهم يعني يصيروا متعلمين. أنا بطلت من المدرسة من صف رابع عشان أبو مريض، ولا بروح ولا بيجي. بديت جبت له حمار وكارة على عزكو وبطلع عليها. أنا بطلت ابني، ولكن أنا مقهورة من جوا، من جوا قلبي مقهورة ليش بطلت ابني؟ عسبت يجيب لي 5 شكل و6 شكل يصرف علي على البيت اللي احنا فيه. وعلى بروح يعبي لي مي، كل الشغل على راس على. المي من الأساس مش ملاقينها، كيف أنا بدي أدور مستقبل لأولادي؟ المستشفى فيها كتير يعني صعاب كتير، يعني ممكن انه الطفل اللي بتلعب معاه اليوم ما تلاقوهوش تاني يوم، بزيد وضعه الى اسوأ، فبكون في عناية مركزة، ممنوع حدا يشوفه. او مثلا في طفل كل يوم التاني بتروح تلعبه فجأة بتلاقيه غرفة العزل، غرفة العزل يعني ستوب، يعني وضع تدهور، مناعته صعبة. طبعا فيش تقدر، مش اقدر احكي لك انه ايش انت بتحس صعوبة لانه هذا ايش من القلب. Thank you.
غزة كلها عايشة على ماكينات زيها زي المرضى. المرضى عندهم ماكينة تغسلهم الدم عشان يعيشوا، واحنا بنجيب الماكينة تنقلنا المي عشان نشرب منها وما نصيرش مرضى. وكنا بنصارع عشان الحياة. طول محطات المعالجة لا تعمل في معالجة مياه الصرف الصحي وضخها في مياه البحر دون معالجة، ستزداد هذه المشكلة تفاقما ويزداد وضع مياه الشرب في قطاع غزة كارثية. حلول هذه حلول سياسية بامتياز، المفروض السياسيين يحلوها.